علي، اول شيء مبروك. شو يلي تغير بين جيم 1 وجيم 2؟ وبرايك قد ايه لك اوف ستابيليتي ان اوتسايد شوتينج عم بتاثر على الفريق؟ واليوم مثل ما شفتي انه وي دينت شوت ويل فروم ذا اوتسايد، بس فتنا سو عملنا ادجستمنت، صرنا نروح انسايد اوت لما ضبوا على السمعة وعلى اللو، صرنا وي فاوند ذا اوتسايد شوترز، وان شاء الله الحمد لله توفقنا. وسمعة ولو دومينيتد انسايد، عملوا جاب كثير منيحه انسايد، سو الحمد لله انه هن اللي ساعدونا. شو توقعاتك للجيم 3؟ هن رح يعملوا شويه ادجستمنت ونحن رح نعمل ادجستمنت، واذا لعبنا از تيم نكست جيم ان شاء الله رح نربحها. قد ايه كان هيوج ذا بيهايند ذا باك باس من وائل عرقجي؟ والله انا قلت لانه كان باس طويل لوائل عرقجي، قلت انا يلا بلحق، واذا ما حطها انا بيعطيني هي، واعطاني باس كثير حلو وانا طلعت خلصتها. ثانك يو، مبروك.